السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواش مبروكة بالصحة والسلامة في كل ما كتمناو إن شاء الله. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم واحد الحلوة اقتصادية وسريعة التحضير، دغيا كتوجد ومقادير متوفرة في كل بيت، كتجي صراحة لذيذة لذيذة وهشيشة. بسم الله على بركة الله غندوزو مقادير الوصفة ديالنا. حاجتنا الرابعة ديال الزبدة، هنا درت مارغرين تكون بحرارة المطبخ، كاس ديال زيت المائدة، كاس ديال السكر سنيدة، بيضة واحدة، ثلاثة المعالق كبار ديال الشوكولا فيرميسيل، وخمارة واحدة وفاني والدقيق على حسب الخليط. فكناخدو ديك مارغرين ربعة 250 غرام ديال الزبدة، فكناخدوها بحرارة المطبخ باش نقدروا نطلقوها بيدينا، حيت اذا كانت في الثلاجة كتجينا صعيبة شي شوية اذا كانت باردة بزاف، فلهذا خصها تكون بحرارة المطبخ. كنا نطلقوها بيدينا، كنزيدوا لها كأس ديال العنبة ديال زيت المائدة، فكنبداو نخلطوا حتى كيرجع لنا الخليط كريمي. ديك الزبدة كنحاولوا ديك الزيت كنحاولوا ندخلوها في الزبدة، من بعد كنضيفو كأس ديال سكر سنيدة، فكنبداو نخلطو حتى كتذوب لينا ديك الزبدة هاديك. كنحاولو ما أمكن نخلطو مزيان مزيان باش هاديك الزبدة تطلق لينا. نخلطو مزيان، نزيدو بيضة واحدة، بيضة كاملة بحرارة المطبخ، فكنبداو نخلطو العناصر حتى كتندمج مع بعضياتها مزيان. فهاد الحليوة هادي كتجي هشيشة هشيشة. بالنسبة للناس اللي باغي يبغيو الحلويات العادية فهادي زوينه للافطار، دوازتي كتجي رائعه، نتمنىكم تجربوها. كنضيفوا واحد فاني وخماره وحده، فيها فانيه وحده وخماره وحده، ما شاتو راه المكونات جد اقتصاديه ومتوفره في كل البيت. من بعد ما كنخلطوا العناصر كلها حتى كتندمج مزيان، فكنزيدوا الدقيق، الدقيق حسب يوم رفدات، الدقيق الابيض، فكنبداو نضيفوا بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجين ديالنا. اولا كيتجمع لنا الخليط ديالنا. بالنسبه ل شوكولا فيرميسيل كنخليو حتى الاخر، اولا شعريه الشوكولاط. فالعجين ما خصهاش تكون ثقيله بزاف، تكون بين وبين، ما تكونش مطلوقه بزاف وما تكونش ثقيله، كتكون العجين بين وبين. العجين ديالنا كيجينا على هذا الشكل هذا. دابا غنضيفو الشوكولاط فيرميسيل، وكنحاولوا ما امكن ندخلوه في العجين. كنبداو ندخلو حتى كيتولي العجين كلها مزوقينا بهاد الشوكولاط هذا. من بعد كناخدو لاطا ديال الفران، كنفرشو ليها ورق الزبده
كنبداو نكورو العجين ديالنا على القياس اللي بغينا. حنا نشوفو الحلوة اللي بغينا واش كبيرة ولا صغيرة. انا درت هكا صغيرة، انا كتعجبني حلوة صغيرة، درت على هاد التقدة هادي. فكنبداو نكورو العجين ديالنا حتى كنكملوها كاملة. كناخذوا المرشم ديال الشهدة اولا هاد المرشم ديال البطاطا اولا هاد الطاطا فريتا اللي عنده هاد الطاطا فريتا راه كيكون فيها المرشم من الداخل، فكنستعملوه. فانا استعملت غير هاد المرشم هذا. فكنبداو نديرو في الدقيق، اللي بغى يدير الكوكي يديرو، اللي بغى يدير سريدة يديرها. انا درت الدقيق وكنضغطوا على الحلوة ديالتنا باش تاخذ الشكل ديال المرشم ديال البطاطا او المرشم ديال الشهدة. فكنبقاو على الطريقة هذه حتى كنكملو الحلوة ديالتنا كاملة، نشكلوها كاملة. فكتعطينا صراحة شكل زويون زويون في النظرة. فكنبقاو على هاد المنوال هذا حتى كنكملوا اللاطه ديالتنا كامله. فكي شفتيو كتجي رائعه. ففي الاثناء كنكونوا سخنا الفران على درجه حراره متوسطه، فكندخلوا الحلوه ديالتنا كطيب من التحت حتى كطيب، راه دغيا كتحمر. من بعد كنحمروها من الفوق. ملي كطيب لينا كتجينا على هذا الشكل هذا. اللي بغى يزيد لها الطياب بزاف، كيبغي حمرة بزاف ممكن. فانا خليتها ذهبيه، كنخليوها تبرد وكنقدموها بالصحه والراحه. وإلى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله. ما تنسونيش من لايك واشتراك وشي تعليق زويون. كيف حالكم؟ سلامة.